مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم البوصله. وتواجه الميزانيه 2020 تحديات كبيره، وهي اول ميزانيه للحكومه الانتقاليه، وجاءت بعد فتره اقل ما توصف بها انها كانت عصيبه وصعبه جدا على البلاد. نقف في بوصلتنا اليوم في هذا المساء على ابرز هذه التحديات مع الضيف العزيز المستشار المالي والاقتصادي دكتور طه حسين. دكتور طه، اهلا ومرحبا بك في البوصله. يا مرحبا بك، ان شاء الله تكون جوله سريعه خفيفه. اهلا ومرحبا بك. وبسيطه يعني. باذن الله نقدر نوصل للمشاهد الكريم بكل مستوياته ما يدور في هذه الميزانيه. ان شاء الله. دكتور طه، في البدايه نحن عايزين ناخذ اهم التحديات اللي بتواجه الميزانيه بصوره عامه. طيب، اول حاجه الموازنة 2020 هي من أصعب الموازنات، لأنه صراحة لما تجي تقارنها ب 2019 مفتكر أنه الموازنة دي ما بتكون حقيقية. لبعض المعطيات أنا كان ذكرتها في حلقات سابقة. فأكبر شبيه للموازنة دي هي موازنة 2018 اللي هي كل التحديات اللي قابلت موازنة 2018 هي نفسها التحديات اللي بتقابل الحكومة الانتقالية. طيب، لو جينا مسكنا 2019 عندك تعطيل الاقتصاد لفترة محددة في فترة الثورة. وكثير من المنشآت المتعلقة بالجهات الإيرادية سواء كان الذهب ولا غيره كان برضه عندها مشاكل، نقصان في كثير من المؤشرات. يعني بتتكلم عن لحد 30/9 إجمالي الواردات وصل ل 6 مليار و222 مليون دولار، والصادرات حوالي 2.4 مليار دولار. فبتلقى انه لما تيجي تقارنها مع 2018 بتلقى في جاب كبير. الميزانيه 2019 اعتمدت على المنح بحجم كبير جدا، قريب حوالي 3 مليار دولار. مليار او 3 مليار و500 تقريبا 500 مليون دولار، اللي هي بتلقاها انه في الجزء ده نقدا مقسم على أربع جهات، اللي هي السعودية 250 مليون دولار، الإمارات اللي هو صندوق البنك المركزي 250 مليون دولار، صندوق النقد العربي 300 مليون دولار كان في مارس 2019، التمويل الكويتي من الكويت 200 مليون دولار. دي اللي جات غير السلع والأدوية والقمح اللي جاء في شكل وعودات اللي هي حوالي 2 مليار و500 مليون دولار. فدي بتلقاها غطت كميه من المشاكل اللي واجهت، لو لاحظنا حتى على مستوى الاقتصاد بشكل عام في العام 2019 بتلقاه بدا في بازمات. الان تلقى ازمات انفرجت بحد كبير جدا باداره هذه الموارد او المنح اللي جات في العام حسن الاداره. ايوه، لانه الان انت بتتكلم عن كثير من النفقات الان قلت، وكثير من الاجراءات الان ماشيه في تراك انها هي تتحسن. ودي كلها عباره عن منح. انا بركز على كلمه منح دي لانه لما تيجي لصادراتك في اللي هي اللي انت صدرتها بيتصدرها الذهب بيمثل حوالي 19.20 حوالي 478 مليون دولار، اللي هي السودان صدر لحد 30/9 صدر حوالي 10.9 طن. 10.9 طن لحد 30/9. في 30/6 كان 6.6 طن. لو لاحظنا الحركه في الربع الاخير او الربع الثالث فيها زياده كبيره جدا. نعم، في زياده كبيره كبيره جدا حتى على مستوى الثروه الحيوانيه واللحوم. يعني بتتكلم عن اللحوم الحيه برضه بلغت اكثر من 16% من حجم الصادرات. بتلقى برضه الانتاج الزراعي بالذات السمسم والفول، السمسم حوالي 530 مليون دولار، الفول 155 مليون. طيب دولار. طيب الزياده بتاع زياده شنو دكتور؟ الاستغلال النسبي في الفتره الاخيره اللي هو من 30/6 وانت ماشي له تشكيل الحكومه بدايه رجوع العمل في بعض المؤسسات كانت واقفه الان بقى في انتظام في الحركه. فالانتظام ده بيدي مؤشر، وده كله نحن نشوف انه هل 2020 نقدر نقارن ب 2019؟ طبعا الاجابه انه صعب، لان 2019 زي ما قلت لك فيها بعض المشاكل ممكن معلومه للناس.
يبقى المؤشرات اللي بيتكلم عنها الموازنه بتكون مؤشرات فعليه. طبعا في محاولات اللي هو اصدقاء السودان وغيره من المحاولات دي، لكن حسب المعلومات اللي موجوده ما بتعطي بقولها الا في الربع الثاني من عام 2020. طيب في الفتره دي ما بتشكل عبء ومشكله؟ المخزون كويس، يعني حسب تصريحات وزير الماليه المخزون بتاع القمح لحد يناير 2020، كذلك الوقود، كذلك يعني في مساحه انه يعني لحد شهر واحد الامور ممكن تكون ستيبل، ما في مشكله. ايوه لكن برضه محتاجه ل لمجهود مجهود اضافي، لانه انت في تحديات وفي وعودات بالنسبه للدوله نفسها انها هي عشان تطلع من المشاكل دي اكبر معضله والناس كلها عارفاها، وكان في حركه كبيره جدا تجاهها اللي هو ازاله اسم السودان من قائمه الارهاب. ودي بنتكلم عنها لانه في كثير من المنتجات اللي بنلقاها بتطلع خارج المنظومه الاقتصاديه بمسميات ثانيه لدول اخرى ومنتجات، يعني اكبر مصدر للطحنيه مثلا مصر، وهي ما عندها ما بتنتج سمسم، يعني بتلقى المصدر مصر بدات تصدر الذهب، وكذلك بتلقى اكبر واردات موجوده في الامارات من السودان خارج الجي دي بي اللي حسب تقرير رويترز 7 دول من ضمنها السودان رقم 3 باكثر من 10 مليار دولار. فدي كلها مؤشرات اللي هي من ضمن التهريب، من ضمن السلوكيات المؤثره على الاقتصاد، فدي اثرت سلبا على الوضع في الفترة السابقة. نعم. يبقى دي برضو من المؤشرات المفروض التحديات اللي حتقابل الحكومة الجديدة اللي هي كثير من الهياكل التنظيمية المفروض تراجع. نعم. أيضا مراجعة الـ FDI. يعني المفروض اللي هو اللي بيسموه الاستثمار الأجنبي المباشر في كثير من المشروعات اللي موجودة الآن محتاجة ل يعني كثير من المشاريع الممنوحة، وذكرناها في حلقات قبل سنتين إنه والله في مشروعات ممنوحة نسبة تشغيلها ما يتجاوز 10% من مساحات شاذعة وفرصة لأنها تصدر للصادر كبيرة جدا. الاتفاقيات الدولية المبرمة بالنسبة للاستثمار الأجنبي أيضا برضو محتاجة للمراجعة. شركات الاتصالات كذلك أيضا محتاجة للمراجعة، لأنه حسب ما ذكرت في قبل سنة تقريبا إنه المؤشرات اللي بتجي مثلا شركة زين في السعودية لما جات ألزمها بطرح 25% من أسهمها كشركة مساهمة عامة. فبالتالي القانون السعودي برضو بيلزم كل ربع لابد من توزيع إيرادات. توزيع الإيرادات دي عشان ضمان الاستمرار الأسواق المالية ودور الأسواق المالية. طبعا دور الأسواق المالية هنا ضعيف، برضو محتاج لتفعيل. فكثير من التحديات اللي بتواجه يعني جينا مسكنا على القطاع برضو التحويلات المصرفية هي معضلة كبيرة جدا. الصادرات على الرغم انه احنا برضه صادراتنا يعني تمثل حوالي 46% زراعيه، بنلقى حوالي 18% دي حيوانيه، 20% دي عباره عن صادرات الذهب او 19.5. نعم. بتلقى ان احنا بنصدر بترول 10% من الصادرات اللي هي صادرات للبترول اللي هي بنصدر لاثيوبيا طبعا. بنزين؟ البنزين يس. انا اندهشت بنصدر بنزين ونحن في سوق بنزين، يعني انا اندهشت يا ريت شويه تكلمنا عن المفارقه. طيب. احنا الانتاج من البنزين طبعا كبير والحقول الموجوده حتى بعد الانفصال بنصدر لاثيوبيا، لكن بالمقابل اثيوبيا بتديك الكهرباء. فبيكون في رصيد بينك وبين اثيوبيا موجود. الرصيد يعني بيميل لاثيوبيا ولا للسودان احيانا؟ يعني الرصيد غالبا بيكون للسودان، لانه البنزين اللي بيصدر بيعمل لك معادله كويسه. مرات احنا بنصدر زياده اعلى من قيمه التكلفه اللي بتجي بها الكهرباء من اثيوبيا. الميزه الثانيه انه السودان الان في حقول موجوده ومطروحه لان هي تشتغل، بتغطي بتعمل اكتفاء ممتاز جدا، يعني اكثر من 27,000 برميل في اليوم. يعني دي كلها منتجات لو ناس ركزت على الانتاج بشكل عام. في حقول الان عندها المقدره الكويسه جدا ان الان الدوله تستفيد منها في انها تنتج الوقود، ويكون يعني قطع فاتوره كبيره جدا من الواردات من البتروليه. بتكلم عن لحد 30/9 حوالي 1.71 مليار دولار، ده حجم المنتجات البتروليه اللي جات من الخارج. وطبعا هي ظهرت في 30/9 وفقا لان هي تقريبا اغلبها منح، اللي هي منح وليس دفعت بالمقابل، لانه نحن ما عندنا الامكانيه ندفع لمبالغ زي دي. وكان هي عباره عن دعم بالنسبه للميزان التجاري السوداني. بنستورد جازولين. ايوه يعني ده يعني يا ريت نتكلم عن شويه عن طيب الجازولين هو طبعا بيستورد ومدعوم. ومدعوم. يعني طبعا الجازولين المصانع المؤسسات
الكبيرة، سواء كان الذهب، قطاع الذهب أو التعدين، القطاع الصناعي بشكل عام كله بيستهلك البنزين، وقطاع المواصلات. المشكلة كانت فيه في الأول، اللي هو طبعا الآن ظهر بعد الفجوة الكبيرة، ظهر السوق الأسود. فبرضه ده أثر حتى على الإنتاج، أثر على المصانع، أثر على المصانع سواء كان الصناعات المعدنية أو الصناعات الغذائية وغيره. فده كله بيأثر على التكلفة اللي هي بتنعكس على المواطن في الآخر، بيزيد زيادة مستمرة في الأسعار. دي موجود عند الجمهور. في القطاع المصرفي فقط بتلقى حوالي 13 مليار، اللي هي موجوده مثل 5% من الكاش. دي سبب شنو؟ ليه هذه كتله كبيره خارج نظام المصرف؟ طيب والله اول حاجه طبعا هي اثر تاريخي من العام 2018 في فبراير، اللي هو كان في منادى انه مقاطعه القطاع المصرفي. مفتكر ان القطاع المصرفي الان جرج عن الدور، انه الناس ترجع له ثاني للمصلحه العامه. نعم ايوه، هو لما حصلت المنادى بانه يسحب المبالغ، طبعا القطاع المصرفي عنده سياساته، الفرع بيضع مبلغ محدد من المال مقابل الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن. فلما كان الضغط عليه اكبر من الحوجه، الناس كان الان بغرض التخزين، بغرض انها تشتري دولار، بغرض انها تشتري ذهب اللي تخزن القروش، وده فعلا كان ظاهره موجوده كبيره جدا والناس كلها شايفاه يعني. فأثر سلبا على القطاع المصرفي، فبدأ البنك المركزي يطبع. نعم. الطباعة دي اللي هي طبعا اللي هي تسرب نقدي. نعم. اللي هي بيزيد من معدلات التضخم. نعم. ورغم أنه البنك المركزي نجح في أنه يعمل اكتفاء بالنسبة للمواطن، والمواطن ابتدت ترجع تاني للقطاع المصرفي. نعم. بدليل أنه احنا بنتكلم عن 5%، 13 مليون كانت مليار بالمناسبة. نعم. قبل سنة كانت مليار فقط. نعم. حسي. نعم. بقت 13 مليار، وفي توافد كبير عكسي. عكسي. الرحلة بقت عكسية يعني. نعم. بقت الناس الآن تودع في البنوك. طيب الكلام ده طبعا من شهور الناس الوضع استقر، وطبعا هو إرادة بتاع الشعب في كل شيء، لأنه لو جينا حسبناها بالعمليات اللي بتتم بتلقى أنه الآن في كمية من الكاش خارج الجهاز المصرفي، والآن في عودة للقطاع المصرفي. يبقى معناته البنك المركزي في الفترة اللي فاتت اللي هو زادت الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي، زادت اللي بنسبة كبيرة 5 أضعاف ما كانت موجودة، اللي هي إذا كانت 1% الآن بقت 5%. نعم. من مليار 13 مرة. نعم. مليار بقت 13 مليار. نعم. طيب الحركة خارج الجهاز المصرفي دي فيها تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام، إنه الكاش معناتها ما مرئي بالنسبة للجمهور. اثنين، فيه تهرب ضريبي كبير جدا. يعني مثال الليلة لو جيت شايل لك كاش دخلت مثلا ألمانيا، زاد عن 5000 يورو أو 10000 يورو، كل ما زاد عنه بيصادر ويدفعوك ضرائب عليه، لأنه مفروض هو يدخل القطاع المصرفي ويكون مرئي بالنسبة للدولة، ما تكون شايل، يكون داخل القطاع المصرفي ويكون مرئي بالنسبة للدولة عشان يدخل في المنظومة بتاعت الضرائب. عارفين نسبته كم؟ عارفين. يس. وينعكس على الجمهور. نعم. في الآخر المتضرر هو المواطن. المواطن العادي. يس. نعم. طيب بدي أتكلم عن نقطة مهمة أنت أشرت لها إشارة خفيفة. إذا تكلمنا عن الوزارات، عن المجالس التشريعية، عن هل الآن في النظام الديمقراطي الجديد والحكومة الجديدة هتلغى كثير من الوزارات، هل دي حيكون عندها اثر في الميزانيه؟ طبعا هي ما دي نفقات كانت بتمثل عبء كبير على الدوله، الان بنقصانها او انخفاضها اكيد بتاثر على المواطن بشكل عام او على الاقتصاد. طيب لكن الناس، اغلب الناس بيتكلم عن عجز الميزان التجاري. العجز ده هو طبعا الناس بتميل دائما للفائض زي ما موجود في الاقتصاد القطري مثلا، لكن للاحظ لو جينا نتائج ارباح، نتائج الاعمال الموجوده او نتائج الاقتصاديه بالنسبه للاقتصاد السعودي مثلا، بتلقى اللي هم دائما بنقيس بالدول اللي حولنا. السعوديه العجز ل 2020 بلغ حوالي 50 مليار دولار. 50 مليار. يس. اللي هو طبعا بسبب البترول فقدهم حوالي 22 مليار. هو لانه سعر البترول من 53.2 من 74.9 ل 53.2 كان عجز كبير جدا، اثر على الميزان التجاري تبعه. الحاجه الثانيه المهمه، يعني تتكلم عن 187 مليار ريال سعودي، هي عباره عن العجز الموجود في السعوديه. تمشي اثيوبيا هنا بتلقاها 410% دي الواردات مقابل غابه الصادرات، يعني تلقى برضه عندهم عجز. عجز. بتلقى كينيا عندها عجز، تنزانيا عندها عجز،
لكن كلهم تلقى عملتهم ثابتة مستقرة. أنا ما اندهشت يعني السعودية العملة ثابتة، الأردن ثابت، معظم هذه الدول حتى مصر، وهناك عجز في هذه الدول اللي احنا ذكرناها. السبب شنو ثبات هذا السعر؟ طيب هو طبعا العملة ذاتها انها تكون ثابتة دي ما معناتها انها هي الدولة دي قوية ولا، لانه هسه مثلا سوري مش قوية ولا، يعني دي مثلا يعني اللي هو حجمها يعني. نعم. يعني مثلا الدولار مقابل الين 123 او 121 $1 بيساوي 123 ين. ين. الدولار مقابل الجنيه اللي بيساوي 45 بالاوفيشال ريت وفوق ال 85 بالبلاك ماركت. طيب انت بتيجي معناتها ما معناتها الين الياباني اقل من الين. اقل نعم. ده بيعتمد على قوته. طبعا بالمناسبه نحن لو زدنا حجم الصادرات السعر ال 85 الموجود برده مثالي بالنسبه لنا، لانه بيحفز الدول انها تستورد مننا. يعني شيء كويس. اذا نحن صدرنا. الصين لما زادت سعر اليوان مقابل الدولار وصلته ل 8، امريكا احتجت، اليابان احتجت. ليه؟ لانه بيجذب كل الانسان العادي البسيط بيفتكر انه سلبي. لا هو ايجابي. هو ايجابي في حالة قوة الصادرات. في حالة قوة الصادرات. وسلبي في حالة انك قوة الواردات، لان انت حتستورد معناها تشتري يعني جنيهك بسيط واسعار بتكون مرتفعة. مثلا الاقتصاد الاردني، الاقتصاد الاردني بيعتمد على المنح. بيعتمد على المنح، بيعتمد على السياسة، السياحة العلاجية، بيعتمد على المغتربين. في عجز تقريبا 1.7 مليار دينار اردني اللي هو قريب 2 مليار دولار. مع ذلك برضو ثابت الثابت. نعم. تلقى مثلا الامارات كذلك بتلقى يعني هو بالمناسبه ثبات المبلغ ده. مثلا الاقتصاد السعودي ما كويس معه يعني. نعم. المفروض يكون لانه قيمته الحقيقيه. نعم. قيمته الحقيقيه افضل من الدولار في لحظه من اللحظات، لانه نعم. الصادرات السعوديه قويه. نعم. يعني بقيمه، لانه تتكلم عن حس الاقتصاد الامريكي. نعم. العجز عنده اكثر من 21 تريليون دولار في الجي دي بي بالنسبه له. فدي كلها مؤشرات نفتكر انه احنا المبالغ او الارقام اللي بنتكلم عنها في الاقتصاد السوداني ضعيفه جدا. نعم. وما ما يعني ممكن تكون لشركات بالنسبه للعالم اي. فاحتياج الدوله ل 8 مليار دولار هو تحدي، لكن مقدور عليه بتعديل السياسات. طيب انا داير يعني يمكن من النقاط الهامه تكلمت عن المنح، يعني رغم انه المنح الان يعني يمكن بتجينا منح من غير فوائد، يعني يمكن اذا كان من السعوديه، من الامارات، الدول العربيه من حولنا، ليه نحن مصرين على اوروبا مثلا؟ يعني اذا كان او يعني الان بنتكلم عن ازاله اسم السودان، الفرق شنو هنا؟ النقطه المهمه وين؟ طيب هو بالنسبه للمنح عموما الان في الوقت الراهن انت في اقتصاد فيه مشاكل، محتاج لاعانات في الوقت الراهن. الاعانات دي لو توجهت لمشروعات، المشروعات دي بتكون إنتاجية وبتكون مستمرة. لكن لو أنت وجهت الإعانة دي لاستهلاك، نعم، مجرد ما كملت أنت خلاص هترجع للمرحلة الثانية، هتحتاج ثانية. نعم. فهو التوجه للمشروعات وللشركات الكبيرة ولدخولها وتكوين يعني علاقات بتأثر على أنه إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأنه التحويلات المصرفية ترجع زي ما كانت. ودي المعضلة الأساسية، لأنه الآن السودان أرض خصبة وجاهزة للاستثمار وكل الفرص الآن متاحة. عشان كده بتلقى الناس بتميل لملف السلام عشان يوفروا البيئة بتاعت الاستثمار. فأنت لما تخلص من فكرة السلام وعمل الدولة، فبالتالي بيكون مؤشر حافز اللي هو البيئة صالحة للاستثمار والأمن. نعم. بتجذب كمية من بالذات، لأنه نحن المساحات موجودة. كان زراعية ولا كان صناعية ولا كان حتى موارد مائية. نحن نتكلم عن مثلا بحيرة النوبة، أكبر بحيرة مياه جوفية في العالم يعني. نعم. بيتكلم عن أطول نهر في إفريقيا أو في العالم بالنسبة لنهر النيل. المياه الجوفية متوفرة، مياه الأمطار متوفرة، الأراضي الزراعية متوفرة، كل السبل اللي بتحفز للاستثمار، المقومات موجودة. نعم. فعشان كده بتكون الـ FDI هي يعني مخرج. يعني لو جيت عملت الدراسة بس على العلاف والبرسيم بالحوجة الموجودة في وسط اللي هي في الخليج مثلا، احسن لك من البترول حتى يعني. نعم. يعني بتلقى الطلب عليها عالي وهي
ضرورية جدا. يعني مثلا الآن أنت عندك عقودات الآن موجودة في مجال مثلا اللحوم، اللحوم بتتكلم عن أكثر من 16.8% من الصادرات تبعك اللي هي لحوم حية أو حيوانات حية. بنتكلم عن اللحوم أيضا بمبالغ كبير جدا بتتصدر لدول رغم الحصار رغم المشاكل الموجودة. عندك المنتج بتاع الصمغ العربي اكبر مصدر له فرنسا، وفعلا هو اصلا ولا شركه شجره بتاعت هشاب واحده موجوده هناك. يبقى معناته الفرص موجوده، لكن زي ما ذكرت لك الان انت بتحتاج لمعونات لكن في شكل مشروعات، والمشروعات دي كل ما كانت طويله المدى عن طريق تمويل عن طريق البوت عن غير من التمويلات اللي بتديك مساحه انك تستقر. يعني مثلا اغلب التمويلات الموجوده في تايلاند وفي ماليزيا بتلقاها انها هي تمويلات جايه من الصين وجايه من اليابان في عن طريق التمويل عن طريق البوت. فدي كلها مساحات كبيره جدا ان الناس ممكن تخطها في الحسبان. النقاط الثانيه اللي برضه ممكن ايرادات زي ما ذكرت لك في بدايه كلامي اللي هو المنتج اللي ظهر بعد بعد البترول مباشره كبديل اللي هو الذهب. انت بتتكلم عن السنه اللي فاتت صدرت حوالي 22 طن. السنه دي لحد 30/9 صدرت حوالي 11 طن. فافتكر انه يعني في زياده لا مش زياده في نقصان 50% تقريبا. نعم لانه من 11 ل 22 50%. ايوه لكن ما زين هناك كان ما مدعومه الميزانيه. هنا مدعومه فبالتالي بيظهر قيمته اكبر هنا. لانه انت بتتكلم عن صادرات 20% من الصادرات، توجد السنة اللي فاتت ال 22 طن دي ما بيساوي ال 20% من الصادرات. أقل. نعم، وهنا ال 11 ساوت 20% يعني تقريبا. نعم. كويس، بتدي قيمة لأنك أنت تفكر بأنه كيف تساعد هذا القطاع. البنك المركزي من فترة اللي هي سمح بتمويل مخلفات الإنتاج للقطاع المصرفي، لأنه القطاع المصرفي بيمول الصادرات حوالي 7% فقط من حجم التمويل. ومول الواردات بسيط يعني 1.3% من اجمالي حجم التمويل اللي هو حجمه تقريبا 205 مليار. ده بالنسبه للتمويل المصرفي الداخلي. فانت هنا بتلقى انه التحديات موجوده، بس زي ما ذكرت لك السياسات لابد ان البنك المركزي يقعد مع البنوك يشوفوا سياسات تشجيعيه للصادر. يعني كمثال اللي هو الاحتياط النقدي القانوني الموجود لدى البنوك التجاريه موجود لدى البنك المركزي. فلو ادى برسنتج لنسبه انه في حال انه والله يا بنكي تجاري انت صدرت او ساهمت في عمليات الصادر بنسبه محدده يقوم يديه كانه البنك المركزي موله من الاحتياطي النقدي القانوني اللي محتفظ به البنك المركزي. فبهنا بساعد البنك انه يشجعه انه والله عنده فرصه بتاع التمويل فرصه بتاع زياده الارباح. يس بيكون بشكل حافز. البنك المركزي برضه افتكر انه سياسه بانه في الصادرات بالذات اللي هو الدفع المقدم اللي هو رجع ما كان متعارض به في 2014 افتكر انه برضه خطوه انه ايوه، لكن السعي الجاد في ضبط الكتله النقديه خارج الجهاز المصرفي هو المهم. دي المشكله لابد انه يلقى لها حل. لانه هي دي بتدي حركه كبيره جدا لقطاعات خارج الجهاز المصرفي. يعني مثال لو جيت تفرض ضرائب باعتبار انها ايرادات للدوله، الان المساحه بتاعت فرض الضرائب ما في بيئه مواتيه لها، على الرغم انه الاقتصاد السعودي رغم كبر حجمه بيمثل الضرائب ايراداته بس 24% من ايرادات السعوديه ضخمه. يعني كمثال يعني بتبقى برضه تمثل نسبه كبيره جدا في الدول الاخرى. فهي دي لانها بتتمثل حجم كبير فبالتالي بتتعكس على المواطن في شكل خدمات. طيب انت الان في الشكل الحالي بالنسبه للشركات وللاقتصاد الفرض الضرائب في الوقت الراهن بيبقى عمليه شويه شاقه صعبه لانه في عندك كميه من النقود خارج الجهاز المصرفي وحركه خارج ما مراقبه وما عندك كنترول عليه وما شايفه، فالموجود حيمشي يخليك. نعم، فبالتالي انت حيكون في تهرب ضريبي كبير جدا. عشان كده لازم انه يكون في يعني وزنه للسوق من خلال وزاره التجاره، وزاره الصناعه، وزاره الماليه، البنك المركزي، لازم يكون في تنسيق لاداره الاسواق. لانه اداره السوق من خلال حجم الكتله النقديه اللي هو خارج الجهاز المصرفي، من خلال ادارته للسياسات التشجيعيه بالنسبه للعمليات التمويليه. في كثير من الحاجات الان ابتدت تتحرك، يعني خروج بنك السودان من بيع وشراء الذهب باعتبار انه يجي سياسات بديله، انشاء بورصه للذهب. فدي كلها مؤشرات برضه بتكون حافزه اكبر يعني ايجابيه حافزه اكبر. طيب ما دام نتكلم عن الذهب، والذهب تتكلم عن 20% نسبه كبيره جدا في الميزانيه او في الصادر، انا عايز اعرف التصريح الاخير للسيد نائب رئيس المجلس السياده موضوع جبل عامر، وانا بتحدث عن جبل عامر والكميات المهوله في الذهب. طيب، هل هذا التصريح ممكن يكون عنده اثر ايجابي في قطاع الذهب؟ طيب بيكون عنده اثر ايجابي
كبير جدا. اول حاجه اول حاجه نشوف هل كيف بتعمل الشركه السودانيه للموارد المعدنيه. الشركه السودانيه للموارد المعدنيه عندها تصديقات لشركات. في شركات اسمها شركات الانتاج او شركات الامتياز اللي هي دي بتدوك مربع بتأجر قيمه المربع تقريبا في الاول زي 5 مليون يورو او حاجه زي دي. عندك ايجار زي 20 مليون يورو بيجيبه سنوي، فدي ايرادات كلها للدوله باليورو، سواء كان للاجانب ولا كان للسودانيين. الشركات في شركات الامتياز هي عباره عن 13 شركه. ال 13 شركه دي سودانيه اجنبيه. الشركات الاجنبيه في القطاع كامل حوالي 67 شركه اجنبيه. لكن انت بتتكلم عن 13 شركه اللي شغاله فيها 9 شركات. طيب الشركات دي بسموها شركات الامتياز، شروطها واضحه بعقودات دوليه. حسب سياسه البنك المركزي بيسمح لك انك تصدر حوالي 70% فقط من اللي هو من انتاج بعد اخذ الرويالتي. بتصدر من غير يعني من غير ترجع لل لا بيصدر لكن بيوفر شروط اللي هو بعد ما تجيب الذهب من المصنع او انا كدوله اكون عارف كميته. اكيد وده اكتر حاجه مراقبه يعني. بيجيب الذهب بيمشي عن طريق المصفى. الدوله بيشيل منه 28% اللي فيها عوائد جليله. فيها الضرائب، فيها الزكاه، بيشيلها عينا، بيشيلها ذهب. طيب المرحله الثانيه حتى المبلغ الكميات المتبقيه بيكون 70% بيسمحوا له انه يصدرها، 30% بتتباع للبنك المركزي بالقيمه بتاعت الدولار بتاعت البنك فدي الفائده بتاعت شركات الامتياز. عشان كده الناس لازم تشجعها هي. نعم. النوع الثاني يسموها شركات المخلفات اللي هي الكارته. مخلفات الناتج مخلفات التعدين التقليدي. الاهلي اي بعد ما الاهالي يعدن بيطلع البواقي زي الكارته بتاعت الاكل ولا ايوه يلا. ده كله بيتجمع بيتعمل له معالجات. المعالجات دي بسموها مخلفات. هنا الدولة ما بتسمح للأجانب يستثمروا فيها لأنه استثمار حق داخلي يعني داخل. ما في مجهود. ما هناك في تكاليف بتاعت اكسبلوريشن اللي هو اللي بيسموه الاستكشاف. الشركات بتشتغل فيه بتشتغل فيها. طيب هنا شركات المخلفات ميزتها هنا شركات وطنية. الصادر منه بيصدر 15% حسب الاتفاقيات الموجودة. ال 85% دي كلها بتتباع للدولة بالأوفيشال ريت. نعم يعني السعر بيكون بتاع ايوه بيكون هي شركات داعمه للاقتصاد نفسه يعني. نعم. طيب النوع الثالث اللي هو شركات التعدين الصغير. دي التعدين الصغير ده اللي هي المنتجات الاول المعادن الاخرى. نحن السودان فيه تقريبا 17 معدن الان شغال. دي غير الذهب، عشان كده دائما انتاجه ضعيف. في 2018 انتج 62 كيلو في موجود في كميات كبيره. ما كل كل المعادن الموجوده دي موجوده بدراسات وبدراسات جيولوجيه وعندنا مركز الابحاث الجيولوجيه طبعا. بس الحاجه الوحيده اللي ما موجوده في الابحاث اللي هو الكود الجيولوجي للسودان. نعم. الناس بيستخدموا الفرنسي بيستخدموا الكندي. طبعا تكاليفه عاليه جدا عشان تقدر تستكشف، لان الاستكشاف معناه تصرف قروش كبيره جدا في انك تقدر تطلع الكميات اللي انت عايزها. طيب نحن حنجيب في النقطه دي عندنا فاصل قصير وبيراجع لك. مشاهدينا قصير ثم نعود لنتواصل.